بس انجزنا رونالدو. والبداية مشاهدينا مع الدوري المصري، حيث ابتعد النادي الأهلي بصدارة الدوري الممتاز بعد تغلبه مساء أمس على الزمالك في قمة نارية على استاد القاهرة الدولي. استطاع الأهلي أن يتفوق خلالها بثلاثية أو بثلاثة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 34. سجل ثلاثية الشياطين الحمر كهربا في الدقيقة 61، ثم محمد شريف هدفين في الدقيقة 76 والدقيقة 90 من المباراة. بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة، ليتسع الفارق مع الأهلي إلى 8 نقاط. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مباراة ودية أمس السبت ضد فريق شباب النادي ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة نادي أسوان في منافسات الدوري الممتاز. المباراة الودية جاءت بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو للإطمئنان على مستوى وجاهزية عدد من البدلاء والمستبعدين عن المباريات الأخيرة، واختيار بعض العناصر ضمن تشكيلة الفريق أمام أسوان. حقق نادي فولفسبورغ فوزا كبيرا على نظيره فرايبورغ بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن الجولة 16 من الدوري الألماني. وشهدت المباراة مشاركة المصري عمر مرموش بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة هوفنهايم قبل انطلاق كأس العالم في قطر، كما تسببت في عدم انضمام مرموش لمعسكر منتخب مصر الأخير. حقق فريق نابولي الإيطالي فوزا سهلا على نظيره ساليرنيتانا بهدفين دون مقابل في المواجهة التي أقيمت بينهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإيطالي. سجل اللاعب جوفاني لورينزو هدف التقدم لصالح نابولي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف زميله فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 48 من المباراة ليعزز نادي نابولي صدارته للدوري الإيطالي. انتهت مباراة ليفربول وتشيلسي على ملعب أنفيلد أمس بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي في أول مواجهة سلبية في تاريخ مواجهات الفريقين بالبريمير ليج. التعادل هو الأول لفريق ليفربول بعد الخسارة في آخر مباراتين بالدوري أمام برينتفورد وبرايتون ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة. وفي المقابل هذا التعادل هو الخامس لتشيلسي في الدوري لهذا الموسم مقابل فوزه في 8 مباريات وخسارة 7 مباريات. حقق منتخب مصر فوزا غاليا على البحرين بنتيجة 26-22 في الجولة الثانية من الدوري الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في كل من بولندا والسويد. استطاع منتخب مصر أن ينهي الشوط الأول أمام البحرين بنتيجة 13-9، ثم حافظ على تقدمه في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة. ويواصل منتخب الفراعنة مستوياته الرائعة في بطولة العالم لكرة اليد، حيث حقق 5 انتصارات متتالية حتى الآن وحسم تأهله إلى الدور الربع النهائي بالبطولة.
قدك ودي ردك فوقتك قول لي مين قدك ومين زيك هنا لوحدك مكانك فوق جدع تعبت كتير وده وقت وصوتك يتسمع ودي علينا خلاص جينا ما احنا اتشافنا بعنينا ما عدينا وغنينا بعلو السوق يا ما قابل قلنا وقدر في العالي درنا المكان فوق دي مش جديدة تبان بعيدة لكن علينا ده احنا مشاهدينا. ختام هذه الفقرة الرياضية، أشكر حضراتكم على طيب المتابعة.